بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر الأخ الكريم ماجد سلطان المسمار، معالي الأمين العام للاتحاد السيد هولن زهاو، السادة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود المشاركة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويشرفني وزملائي أعضاء الوفد الكويتي أن أنقل لكم تحيات حكومة وشعب دولة الكويت، وتمنياتنا لكم ولمؤتمركم التوفيق، كما نعرب عن كامل تقديرنا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على استضافتها لهذا المؤتمر الهام والجهود المبذولة لإنجاحه. كما نود أن نهنئ السيد ماجد سلطان لرئاسته المؤتمر وزملائه من نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، متمنين لهم التوفيق. سعادة الرئيس، في الخمسينيات من القرن الماضي بدأ تطوير الحواسيب الرقمية، ليبدأ معها تاريخ شبكة الإنترنت في العالم، حيث تم إرسال أول رسالة عبر شبكة الإربانت. وها نحن اليوم ومن خلال اتحادنا العريق الاتحاد الدولي للاتصالات نقوم بوضع الأسس والمفاهيم لتقنيات حديثة تحاكي عقول البشر، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس، وصولاً إلى المدن الذكية. إن النجاح الذي نحققه خلال قرارات مؤتمرات واجتماعات الاتحاد خلق لنا عالماً متواصلاً متعاوناً ومتحاباً، ودفعنا كدول أعضاء بالاتحاد لتسخير إمكانياتنا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2035. الحضور الكريم، وبدورنا في دولة الكويت نولي أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لذا تم إطلاق رؤيتنا في هذا المجال، والتي تمثلت في إيجاد بيئة تنظيمية تنافسية تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي بالدولة. وقد كشف التقرير الصادر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات تحقيق الكويت تطوراً ملحوظاً في مؤشر تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنتين الماضيتين، حيث ارتفعت 37 مركزاً. وإيماناً من الهيئة بتقديم خدمات متميزة ومتطورة من خلال شبكات اتصالات سريعة وآمنة، وإدراك الحكومة للتحديات والتهديدات الإلكترونية التي تواجهها الدولة، قمنا بإطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني لدولة الكويت. وكما حصلت كذلك الهيئة على إبراز دور ومكانة دولة الكويت على خارطة العالم، وجعل الكويت مركزاً عالمياً للبيانات والمحتوى العالمي، لذا قامت بالبدء بإجراء مشروع الممر الإقليمي، وهو مشروع كيابل الألياف الضوئية يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق للوصول إلى أوروبا، ليكون هذا المسار الاستراتيجي العالمي رديفاً وبديلاً للمسارات الحالية للكوابل الدولية. الأخوة والأخوات، إن حكومة دولة الكويت تعي تماماً الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لمساعدة جميع دول الأعضاء، وخاصة الدول النامية والدول الأقل نمواً، كي تتمكن من الاستفادة من جميع التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونؤكد اليوم على دعمنا التام والمطلق لكل الأنشطة والجهود التي يقوم بها اتحادنا. لذا قامت دولة الكويت بزيادة وحدة مساهمة دولة الكويت بعدد وحدتين إضافيتين، ليصبح إجمالي مساهمة دولة الكويت 5 وحدات، كما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الاتحاد لعام 2018. ولا يخفى عليكم بأن دولة الكويت ومنذ انضمامها إلى الاتحاد في عام 1959 وهي عضو بارز وفعال، وقد حصلنا على عضوية مجلس الاتحاد منذ مؤتمر المندوبين المفوضين نيروبي سنة 1982،
لذا نأمل أن نحوز على دعمكم الكريم وتأييدكم لإعادة ترشيح دولة الكويت لعضوية المجلس. الأخوة والأخوات، يشرفني أن أدعو الجميع الليلة لمأدبة العشاء المقامة على شرفكم. وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل لكم ولجميع المشاركين والعاملين بالاتحاد، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.